السلام عليكم. جاء في القرآن الكريم أن العذراء أنجبت، والرضيع تكلم، والعجوز حملت، والعاقر أنجبت، والقمر انشق ونطق الطفل، والنائمون استيقظوا بعد سنين طوال، والقلة غلبت الكثرة. فلا تقنط أبداً من رحمة الله، وألح عليه بالدعاء، فإنك تسأل الرحيم الكريم القادر على كل شيء، واطمع في سؤالك لله، ولا تشك للحظة بأن سؤالك مهما كان من الممكن أن يرد أمام قدرة مالك الملك، الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجزه رجاءك الذي تخبئه في قلبك حينما تدعوه بيقين تام وثقة مطلقة في مالك الملك. من إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. والله يحفظكم ويحفظ غيركم.